رغم الطبيعة الدينية للنجف ووجود قوائم تقليدية كبيرة، لكن السباق الانتخابي فيها لم يخلو من قوائم مدنية تدعو لكسر الصورة النمطية للمشهد السياسي وإحداث التغيير في الجوانب السياسية والخدمية والإدارية. مشروعنا التغيير. التغيير. البلد عانى ما عانى خلال هالفترة من 2003 لحد اليوم. كوارث، جوع، بطالة، تخلف، لا بنى تحتية، لا خدمات صحية، لا خدمات بلدية. هذه الكتل التي بدت شبه غائبة عن المشهد الدعائي في الشارع بسبب قلة إمكاناتها أكدت أنها تحترم الدين والمقدسات، لكنها ضد تسييس الدين لأنه يؤدي إلى اصطفافات طائفية يمكن أن تصبح أبوابا للتدخل الخارجي والإقليمي. احنا في هذا التيار أريد نحترم الدين، نحترم جميع المقدسات، إضافة إلى ذلك عدم تسييس الدين، لأنه تسييس الدين والاصطفاف الطائفي السياسي يؤدي إلى مخرجات غير جيدة، وهذا ما لاحظناه في السنوات السابقة. إضافة إلى ذلك يعطي الفرصة لتدخلات إقليمية ودولية بالعراق. احنا نرفض هذا الشيء، احنا نريد تنبني المؤسسات الوطنية المحترفة لبناء دولة المواطنة. مرشحو الكتل المدنية اعتبروا أن فشل التجارب السابقة يفتح المجال أمامها، متحدثين عن ضغوط غير مباشرة تمارس عليهم من الكبار أصحاب السلطة والمال. الضغط الذي يتعرض له المرشح المدني في هنا هو ليس ضغطا مباشرا، وإنما الضغط غير مباشر باعتبار أن هذه الكتل تمتلك المال والسلطة والإعلام والسلاح وكل شيء تمتلك، بالتالي هي تسيطر على الشارع العراقي، وبالتالي هي أفسدت العملية الديمقراطية من خلال إقناع المواطن بأن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الهدايا العينية. مراقبون اعتبروا أن فرصة المدنيين في الوصول للبرلمان الزمان المقبل باتت ضعيفة بسبب الدعايات الواسعة للكتل الكبيرة. لا أعتقد أن هناك يعني حظوظ كبيرة للمدنيين بالصعود إلى مجلس النواب الجديد، لأنه يعني كما قلت أنه ضاعت أسماءهم ضمن الكيانات الكبيرة. ويرى المراقبون أن الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة في إحداث تغيير ما أو التأسيس له على أقل تقدير. راجل نصير، الحرة، النجف الأشرف.